من الخبر ده هننتقل الى خبر تاني. الحقيقه النهارده اعتقد مفيش حد ما حسش باليوم الحار جدا في القاهره. الهيئه العامه للارصاد حذرت من عوده الطقس المتقلب في الفتره الجايه وعدم الاستقرار في الاحوال الجويه. قالوا ان هيكون في نشاط للرياح المثيره للرمال والاتربه على عده مناطق متفرقه في انحاء الجمهوريه، واعتقد برضو ان احنا هنتعرض لحاجه اسمها الحزام المداري، وده يعني هيكون في 5 مدن، هي تحديدا قالوا اسوان والوادي الجديد وابو سمبل وحلايب وشلاتين. فعايزين نعرف بقى ما هو الحزام المداري، ومعانا ومع حضراتكم الدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دكتوره منار مساء الخير واهلا بحضرتك. مساء الخير على حضرتك استاذه جاسمين، ومساء الخير على كل الساده المشاهدين، اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك. ايه حكايه الحزام المداري ده؟ حاجه جديده بنسمع عنها. هي مش جديده خالص، ده امر طبيعي موجود في الغلاف الجوي، وهي منطقه بتبقى موجوده عند خط الاستواء بيحصل فيها تقابل الكتل الهوائيه الشمالية القادمة من نصف الكرة الشمالي، وهي كتل هوائية شمالية جافة مع الكتل الهوائية الجنوبية الرطبة اللي جاية من نصف الكرة الجنوبي. المنطقة دي بيتقابل فيها الكتل الهوائية دي، فبيحصل منخفضات جوية بتؤدي لوجود السحب الرعدية، ويمكن ده من أسباب الأمطار الموسمية أو الصيفية على المناطق الاستوائية اللي عند خط الاستواء، وأيضا كمان منابع النيل السودان وأثيوبيا. الحزام المداري ده بيتحرك مع الحركة الظاهرية للشمس شمالا وجنوبا، فهو خلال الوقت ده من السنة بيبدأ يتحرك باتجاه الشمال، يعني باتجاه شمال السودان، فبيبدأ يأثر على المناطق اللي موجودة في جنوب جمهورية مصر العربية. عشان يعني كده التحذير ل5 مدن وهي أسوان والوادي الجديد وأبو سمبل وحلايب وشلاتين. بالفعل عشان كده هو بيأثر بس على المناطق اللي موجوده في حدود جمهوريه مصر العربيه، محافظات جنوب الصعيد او حلايب شلاتين ابو سمبل اسوان محافظه الوادي الجديد، لكن هو ما بيأثرش على المناطق الشماليه، يعني القاهره الكبرى ما بتأثرش تماما بالامطار الصيفيه، لكن دي الامطار اللي بتبقى موجوده في جنوب البلاد خلال الوقت ده من السنه، وكمياتها كمان بتكون اقل من الكميات اللي بتحدث طبعا على منابع النيل اثيوبيا والسودان، تبقى كميات اقل عندنا في جمهوريه مصر العربيه، بتبقى امطار خفيفه ممكن تكون رعديه احيانا، يمكن احنا بداناها الايام الماضيه ومتوقع كمان تكون معانا خلال الايام المقبله. بالاضافه كمان السحب دي سحب رعديه بيكون معاها رياح هابطه، الرياح الهابطه دي بتؤدي لزياده سرعات الرياح على سطح الارض، فبالتالي كمان بيكون في المناطق دي نشاط للرياح المثير للرمال والاتربه، يعني احنا ما عندناش اتربه ورمال مثاره غير في المناطق دي، ايضا المناطق الجنوبيه اقصى جنوب البلاد، لكن المناطق الشماليه يمكن احنا بالفعل زي ما حضرتك قلت في الاول النهارده شفنا ارتفاع ملحوظ في درجات الحراره جدا عظمى على القاهره الكبرى في الظل، وصلت ل 40 درجه مئويه، حسينا بيها اعلى من كده نتيجه طبعا وجود نسب رطوبه في الجو، لكن نطمن كل الساده المشاهدين من بكره ان شاء الله هيكون في انخفاض طفيف وتدريجي في درجات الحراره، هيمتد بكرة لغايه بدايه الاسبوع المقبل لحد بدايه الاسبوع اللي جاي ان شاء الله هنحس كمان بمزيد من الانخفاضات في درجات الحراره، لان احنا متوقع كمان مع يوم الاربع والخميس نهايات الاسبوع فتره الاجازه دي هتكون عظمى على القاهره الكبرى 34 و33 درجه مئويه، فهنحس ان درجات الحراره بدات تنخفض انخفاض ملحوظ ان شاء الله مع نهايات الاسبوع. هل دي يعني بشره خير ان احنا على موعد مع انتهاء الموجه الحاره؟ هو يعني دي موجه لو احنا الايام اللي جايين فيها دي هيبقى فيها انخفاض في درجات الحراره، لكن وارد يحصل موجات ارتفاع في درجات الحراره حتى نهايه اغسطس، يعني احنا لسه وارد ان يحصل ارتفاعات في درجات الحراره ملحوظ، هو ده طبعا انخفاضات درجات الحراره هتخلينا نحس الاجواء لطيفه، لكن وارد ان يحصل موجات ارتفاع في درجات الحراره، لكن مدتها هتبقى مده قصيره ان شاء الله، يعني مش هتطول معانا مده طويله زي اللي احنا شفناها في شهر 7، موجات قصيره 3 4 ايام يحصل فيها ارتفاع ملحوظ وبعدين تاني تعود درجات الحراره للمعدلات او اقل من المعدلات، وده طبيعي في شهر 8، الطبيعي كمان ارتفاع نسب الرطوبه، ويمكن ده العامل المهم جدا في شهر 8 كله ان في ارتفاع في نسب الرطوبه، فبالتالي بتخلينا نحس ان في ارتفاع في درجات الحراره. صح. رغم ان في بعض الايام قيم درجات الحراره بتنخفض، لكن وجود نسب رطوبه هي اللي بتخلينا نحس بمزيد من الارتفاع في درجات الحراره، لكن ناكد كمان ان شاء الله مع يعني مع غدا الاثنين والثلاث والاربع في نشاط نسبي للرياح هيساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء واحساسنا بنسب رطوبه اقل، خاصه فترات الليل وساعات المساء هنحس ان بنسمه هواء لطيفه كده او اجواء معتدله ان شاء الله فترات الليل كمان خلال الايام المقبله. احنا في انتظار نسمه الهواء الجميله دي. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المجلس الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه.